انا والله انا ودي ادعي على واحد بصراحه، لانه واتمنى انك ما تستقبله يا شيخ. انا على هذا الرجل اللي يعني ما سلمت منه القنوات، ولا حتى الشيخ المفتي السعوديه عندنا، ولا يعني بضايق الناس، واللي كان يسبون من عائشه رضي الله عنها وما زال يسب فيها اللي هو طائر الدراجي هذا. اقول اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشيل يده وان يجعله عبره. هو مات اتمنى اصلا، الناس انك تامن يا شيخ. هو امين، والله اللهم امين، اللهم امين. هو مات اصلا، ان شاء الله ان ينتقم منه، الله ان ينتقم منه يا شيخ. الله هذا هذا الرجل يا شيخ ما سلم منه حتى المفتي العام عنده، ويعني لكن احنا بغلط مننا، احنا اللي اشهرنا، احنا اللي لمعناه في العناق. ويعني رجل كل مره يقول احنا ثائر الدراجي، ثائر هذا نكره، انسان نكره، من هو ثائر الدراجي؟ رجل حتى اتمنى رجل جاهل معنى الكلمه. نعم. بس لكن ما عنده المرضى الا انه فقط يعني يطعن في امنا عائشه رضي الله عنها. الله فانا حبيت اني اتكلم عن مثل هذه، واتمنى انك شيخ ما تستقبل هذا الرجل خاصه. اتمنى لا يعني الله يعزك، فضلا منك يا شيخ ان شاء الله. لان هذا الرجل ما يدور الحق، ولا دولة غيره، ولا دولة غيره، ما يبحث عن الحقيقه. اللي عايزنا قلنا، ما يبحث عن رب العالمين. وصلنا لهم عقر الدار، يعني وصلنا عقر دارهم، واسئلتنا الحمد لله رب العالمين بتروح لهم دلوقتي، فخلاص بقى ربنا يبارك فيك. جزاك الله خير. لو ان الرجل يا شيخ يبحث عن الحقيقه ممكن ما اقول، لكن هو لكن لو ان الرجل فقط يعني يرمي الشبهات و الشيء الثالث يا شيخ الله يحفظك، اتمنى ان يكون المتصلين، انا من الشيعه، اتمنى ان اهل السنه اذا ما عندهم شيء يا شيخ لا يتصل، خلي اهل الشيعه هم اللي يتصلوا ندور على الهدايه باذن الله. ويمكن البعض يوافقني، يمكن البعض يعارضني، لكن اتمنى انا فقط انا اتصلت حتى اوجه هذه الرساله فقط. جزاك الله وأسأل الله ان يوفقنا واياكم وسامحونا الاطاله. نعم ماشي، تفضل.